ممنوع الوقوف والتوقف. إذا متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة بن سليمان. متابعينا الكرام، كما كتشاهدوا معنا في هذا البث المباشر، أجواء مدينة بن سليمان قبل أقل من نصف ساعة بعد الفطور أو قبل الفطور عفوا. متابعينا الكرام، كما كتشاهدوا معنا في شوارع المدينة، فالناس هي مكتظة والناس كلهم خارجين. متابعينا الكرام، كما كتشاهدوا معنا شوارع المدينة الخضراء نصف ساعة قبل الفطور. إذا متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، نذكركم أنتم معنا في بث مباشر من مدينة بن سليمان نصف ساعة قبل الفطور، قبل موعد الإفطار من مدينة بن سليمان. إذن كيف ما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، أنتم معنا في بث مباشر من شوارع المدينة الخضراء مدينة بن سليمان. إذن كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، أنتم معنا في بث مباشر من شوارع المدينة الخضراء مدينة بن سليمان. شوفوا معنا الأجواء كيف دايرة قبل موعد الإفطار. إذن متابعينا الكرام، نصف ساعة لا ما كاين الشتاء والو بن سليمان، الجو صافي بدون شتاء أو أي شيء. فقط نقول لكم أجواء المدينة الخضراء قبل موعد الإفطار. مدينة بن سليمان المدينة الخضراء. إذن كيف ما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، أنتم معنا في بث مباشر من مدينة بن سليمان. أجواء مدينة بن سليمان كما كتشاهدوا معنا مباشرة متابعينا الكرام،